السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا هذه القناة، اشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، زر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا إن شاء الله دائما بالجديد ديال الأتواب والجديد ديال الموديلات. اليوم عندنا الجديد كما كتشوفوا، الجديد ديال التوب ديال التويد، يعني الوينات فيه راقية ورائع، الوينات ديال الشتاء او ديال البرد كما كتشوفوا، الوينات راقيه. التوب ديال التويد توب سخون كما كتشوفوا، الوينات فيه يعني رائعه. بالنسبه للثمن ديال هاد التوب هذا، داير 55 درهم المتر. وكما العاده الناس اللي ديال الجمله اللي كيبغيو ياخذوا واحد العدد كثير ديال التوب، راه كينقصوا من الثمن ديال 55 درهم. اللي بغى يتواصل مع المول محل، تهبطوا الاول تعليق تلقاو الرقم ديال التليفون ديالو، يمكن تواصلوا معاه وتفاهموا مع الثمن ديال الجمله. كما كتشوفوا الوينات فيه رائعه، وكاينين الوان كثيره فاش تخيروا. كما كتشوفوا الوينات كلها رائعه ديال التوب هذا التويد. كما كتشوفوا الوينات ديالو، هاد التوب هذا راه كيجي في جلابه، كيجي في جلابه رائع، يمكن يطرز بالطرز الرباطي، يطرز بالكاتفيل بزواق المعلم، يعني اللون اللي درتي ليه او الزواقه اللي درتي ليه راه كتجي فيه زوينه. التوب ديال يعني ديالو خفيف، التوب ديالو خفيف ورطب وطيح، كيجي طيح في اللبسه ديالو، يعني التوب ديالو ما واقفش. التوب ديال التويد يعني راه معروف، التوب ديالو يعني كيكون طيح وكيجي في اللبسه ديالو راقي، وكيتخدم بجميع يعني اللي درتي فيه كيجي مزيان، بحال مثلا زواق المعلم بالبرشمان ب يعني بالسفيفه بالضفره بالطريسنات بالتنبات ديال العقيق بالطرز الرباطي، يعني داكشي اللي درتي فيه كيجي مزيان، كيجي رائع في اللبسه ديالو، اللوينات فيه كذلك رائعين. هاد مول المحل هذا راه كاين في مدينه سيدي بنور، يعني اللي بغى يتواصل مع مول المحل تهبطوا الاول تعليق تلقاو الرقم ديال التليفون ديالو، يمكن تواصلوا معاه وتفاهموا مع الثمن ديال الجمله. اما المترو راه كيدير ليه 55 درهم المترو. كما كتشوفوا الوينات كلها راقيه، والوينات جداد، هاد الوينات ديال هاد التوب هذا باقيين جداد. كما كتشوفوا الوينات فيه رائعه، والتوب ديالو راه خفيف وسخون ورطب، كيجي طايح في اللبسه ديالو. كما كتشوفوا الوينات ديالو راقيه. إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا هذه القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقاو توصلوا إن شاء الله دائما بالجديد ديال الأتواب والجديد كذلك ديال الجلابة والقفطان المغربي. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الإعجاب، زر لايك، كتشجيع لنا باش تبقاو إن شاء الله دائما نشاركوا معكم الموديلات والجديد بحال هكا ديال الاتواب، يعني فيما كان التوب ان شاء الله راه كنشاركوا معكم التويبات ديال البرد ديال الصيف، يعني جميع الاتواب. كما كتشوفوا التلوينه راه رائعه، كاين فاش تخيروا، والثمن راه جد مناسب 55 درهم المترو. بالنسبه للناس ديال الجمله راه غادي نقسم له الثمن ديال 55 درهم. اللي بغى يتواصل مع المول المحل تهبطوا اول تعليق تلقاو الرقم ديال التليفون ديال المول المحل في اول تعليق، يمكن تواصلوا معاه وتفهموا مع الثمن ديال الجمله. بالنسبة للتوصيل راه كيوصلوا لجميع المدن المغربية، فينما كنتي راه غيوصلك السلعة حتى لعندك. كنتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بالبارطاج، يعني بارطاجوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم في المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب لكي تعم الفائدة على الجميع. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.